ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه سهله جدا جدا جدا. كل البنات اللي فاهمه ان الاكل صعب تخليها معانا، كل الرجاله اللي عايشه لوحدها ومش عايزه تحتاج لست معاها في الحياه تخليها معانا. هنعلمهم اكلات سهله جدا جدا. معانا صدور فراخ هتجهز في 10 دقائق بالظبط، تعالوا نشوف هنعملها ازاي وهتطلع ألذ مما تتخيل. تعالوا معايا. معانا صدرين فراخ متقطعين، اسمك شويه من الفراخ البانيه، معانا بصلايه مفرومه بالكبه او على الايد مش هتفرق، معانا جرجير يعني عودين بس عشان للتزيين في الاخر، معانا روز ماري، التوابل عباره عن ملح، فلفل اسود، بابريكا، معانا الكريمه لباني، معانا جبنه بارميجان ودي اختياري يعني اللي عايزه يحطها ولا لا، معانا نص ليمونه، معانا مشروم هيتقطع، ومعانا تشيري توميتو والاوليف اويل اللي هنعمل بيه الخلطه بتاعت التوابل. اول حاجه هنحط بوله ازاز زي دي او اي بوله عندنا، هنحط شويه اوليف اويل، هنحط عليهم التوابل بتاعتنا، نحط ملح، فلفل اسود، هنحط البابريكا. البابريكا انا بحب احطها لونها هو اللي بيخلي لون الفراخ حلو، فبحط البابريكا بزياده شويه. هنقلب كل ده ببعض كده، هنحط صدور الفراخ ونقلبها كويس كده في الصوص. دلوقتي استنينا الطاسه تسخن، ولازم الطاسه طبعا تكون سخنه جدا بالذات في الفراخ، عشان الفراخ بتتحط كده لازم نسمع الصوت ده. ممكن نحط بقى دلوقتي روز ماري معاها، بيدي ريحه وطعم حلو قوي. وهنسيبها تكمل سواها على النار 5 دقايق بالظبط وهنشيلها خالص. تعالوا بقى في الوقت اللي احنا فيه ده نقطع المشروم، هنطلع الفراخ نحطها طبق على جنب كده، في نفس الطاسة هنعصر عليها، نحط ده على جنب، هنحط عليها نص ليمونة، نحط عليها البصل، نقلب البصل. انا عايزاه يغمق شويه عشان يبقى دبل كده يعني يتاكل طعمه ما تحسوش بيه في الفراخ، او مع ان طعمه بيبقى خطير. هنضيف دلوقتي المشروم، هنحطه مع البصل ياخد تقلبتين قبل ما نحط الشيري توميتو. هنضيف بقى عليها الشيري توميتو كمان تقليبه واحده بس، عشان طبعا الشيري توميتو بتطرى بسرعه جدا. وهننزل عليها بالكريمه او الويبنج كريم، ننزل عليها كده، ادي كده خلاص قلبنا الصوص وحطيناه، حطينا الشيري توميتو وحطينا كل حاجه. هننقل بقى الفراخ في الطبق ده تاني تكمل السوا بتاعتها. هنشيل من على النار نحطها في السيرفيس اللي هنقدمه اهي كده، هنحط الصوص طبعا على الوش ده قبل ما نحط الصوص. هننزل بقى كل اللي في الطاسه ده على وش الفراخ كده، الله. هنرش بقى شويه جبنه بارميجان على الوش والجرجير، انا قلت لكم هي بس بنحطه للزينه كده بيدي لون حلو قوي، بيدي منظر حلو. وخلصت وصفتنا النهارده، ودي الفراخ اللي عملتها لكم، فراخ بالكريمه والمشروم والتشيري توميتو والكريمه اللباني، طلعت من ألذ ما يمكن. بس انا لسه هدوق وهقول لكم الطعم اخباره ايه بالظبط. ندوق بقى مع بعض، بغوصها كده في الصوص. خطيرة.
كنت معاكم النهارده من مطبخ فود توداي. عملنا مع بعض وصفه سهله جدا جدا جدا، كل البنات تعرف تعملها، كل الرجاله تعرف تعملها. خليكم معانا، تابعونا، هستنى الكومنتات بتاعتكم، هستنى رايكم. لو عايزين اكلات جديده، اكلات معينه، ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزينه، هنزله لكم وهنعمله مع بعض، وهتشوفوا ان هو من اسهل ما يمكن.